أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا قالوا أنى يكون له الملك علينا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.